ايش موضوع متلازمة الساندال؟ ايوه الموضوع هذا الطبي. طبعا مشاهدينا خلال حلقة اليوم راح نتكلم عن متلازمة ساندال، هذه المتلازمة اللي تتميز بالقلق القلق يعني الذهني والجسدي والعاطفي اللي ممكن يصل الى مستوى نوبة هلع، يعني يصير عندك حالة ارتباك فصامية يسمونها، وحتى ممكن توصل للهلوسة أحيانا. هذا الشخص لما يتعرض لجرعة كبيرة أو مؤثرة من الفن، كان لوحات أو كان صور أو صور إنستغرام هاني يجيله متلازمة ستاندال، وسميت هذه المتلازمة بهذا الاسم نسبة للكاتب الفرنسي الشهير، كما تم تسميتها باضطراب الزيادة الثقافية أو متلازمة فلورنسا. حلو، اليوم راح نتكلم مع الدكتورة داليا رزق اختصاصية الطب النفسي عن هذا الموضوع تحديدا. اهلا دكتوره، وكل سنه صباح الخير دكتوره. اهلا وسهلا فيكي. اول شيء خلينا نتكلم على هذه المتلازمه، كيف تبدا وهل معقول انه ممكن الفرد يتعرض لنوبات يعني نوبات بانيك اتاك ما يسموها اذا كان في مكان فني او متحف؟ اولا متلازمه ستاندال اللي بنسميها الصدمه الفنيه. الصدمه الفنيه الصدمه الفنيه يعني اتمنى ما انصدمتوا من الصوره دي. لا لا اللي وصفها زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي الكاتب الفرنساوي ستاندال لما راح زار فلورنس متحف مفتوح مليان منحوتات ولوحات فنيه كلها مليانه بتفاصيل صغيره كتير بتثير مشاعر نفسيه عند الشخص. متلازمه ستاندال علشان الشخص يصاب بيها لازم شويه شروط. أولاً أنه يتعرض لجرعة كبيرة من الفن، يعني مش بس صورة واحدة. وكمان يكون ده أثار عنده مشاعر نفسية شديدة جداً فوق قدرته هو على الاحتبال. فبالتالي الحالة النفسية تبدأ تظهر أعراض جسمانية عليه. زي ما وصفنا خوف شديد جداً يصل إلى درجة الهلع، اضطراب في ضربات القلب، رغبة في البكاء، ممكن يغبى عليه، أو في بعض الحالات الشديدة يجيله حالة فصامية، يعني انفصل عن الواقع تماماً ويجيله هلوسة وحالة ذهانية حد. طيب دكتورة، هل هناك يعني ربط بين هذه المتلازمة وأمراض أخرى نفسية؟ هو احنا ما نقدرش نقول إنها مرض في حد ذاته، لكن حالة. زي ما قلت لحضرتك هي حالة بتصيب شخص عنده استعداد أو عنده حساس زي ما بنقول. فممكن الشخص ده يكون معرض للإصابة بأي مرض نفسي زي اضطرابات القلق الحادة، اضطرابات الاكتئابية، فلو حد حصل له حاجة زي كده من الأفضل إن احنا نطمن على التاريخ الأسري إن ما يكونش فيه أي أمراض نفسية تانية يعني. بس دكتور، من إيش تجي هذه الحالة؟ يعني هو رايح مفروض إنه يتفسح، يروح يشوف فن، يروح يتأمل في الفنون الموجودة، ليه ممكن تجي له مشكله في الانفعال اللي هو بيحصل عنده، التاثر المشاعر النفسيه عنده وتفسيرها، يبتدي يفسرها بشكل ممكن يخرجه عن الواقع. بس هي دكتوره يعني هذه المتلازمه هل معترف فيها بالطب النفسي؟ هي بصراحه لا تندرج تحت بنود الامراض النفسيه. لانها ليه بنقول عليها متلازمه؟ مجموعه اعراض اتوصفت في عدد صغير من الناس، يعني مرض نادر حدوثه يعني. طيب العلاج دكتورة، الشخص اللي يعاني من هذه المتلازمة كيف؟ هو للأسف علاجه أنه يبعد عن المكان، يبعد عن الفن، أنه ما يروح مكان ما لا وقت الحالة، يعني ما أقدرش نقول أنها متكررة الحقيقة، لكن المكان اللي حصلت فيه الحالة دي يفضل أنه يبتعد عنه. نعم، بالنسبة للأعمار دكتورة عادي ممكن تصيب أي أحد؟ والله هي الحالات اللي توصفت كلها تتراوح ما بين عمر 26 ل 40 سنة، الوقت اللي هو فيه الناس بتروح سياحة وتبتدي تتفرج على أماكن. طب بالنسبة للناس اللي عندهم لوحات فنية في البيت نفسه مثلا؟ لا هذا عنده مناعة. لا احنا مش عايزين نخوف الناس من الفن. دي لما يكون في كميات كبيرة جدا ومنحوتات جدارية وتماثيل وحاجات، يعني مش مجرد لوحة فنية واحدة. يمكن هي هذه المتلازمة أيضا شبيهة بمتلازمة تصيب اليابانيين لما يروحون باريس تحديدا. بالضبط، يكون عندهم تصور مشاهدينا انه باريس يعني مكان اشبه بالجنه وبرج ايفل، فلما يروحون ينصدمون يصير عندهم متلازمه خاصه. لكن دكتوره يعني ابعيد السؤال بصيغه ثانيه، هل ممكن هذه المتلازمه تعطينا تصور عن الشخص انه ممكن يكون يتعرض لحالات نفسيه اخرى؟ ممكن. بس هو مش بالضروره، هو مش معناه ان هو اصاب بمرض. نعم. هي حاله خاصه. لكن لو تكررت او بقى كانت طويله، يعني مثلا بعد عن المكان واستمرت مع الاعراض، معنى كده هو محتاج تدخل طبعا. نعم. طبي، يعني يستحسن ان هو يزور طبيب نفسي لان ممكن يكون معرض لاصابه بامراض عضويه ثانيه ونفسيه ثانيه. لكن زي ما ذكرت هو مرض نادر جدا. جدا الحمد لله. طب لو جات الصدمه الفنيه هذه لاحد معايا يعني في المتحف، انا ايش المفروض اعمل؟ لا هي ممكن تبقى الوعي بقى ان هو دي ممكن تكون حاله نتيجه التواجد في هذا المكان، وان الافضل ان هو يخرج يطلع. اوكي دكتوره، شكرا جزيلا. شكرا، اتمنى لك ان شاء الله سنه سعيده يا رب، وان شاء الله تجمعنا فيك لقاءات قادمه بمواضيع جديده ان شاء الله. شكرا دكتوره، يعطيك العافيه.